بأن الحجاج المصريين يتعاملوا بالجنيه المصري خلال فترة الحج. لو حصل اللي دعا ليه مصطفى بكري، يبقى نقدر نقول إن المصريين في السعودية هينبسطوا آخر انبساط، ولا كأنهم قاعدين في مصر حرفياً، فلوس وعز وآخر منجهة. إيه حكاية الطلب العاجل من النائب مصطفى بكري لولي العهد السعودي عشان المصريين يتعاملوا بالجنيه؟ وهل السعوديين هيوافقوا على طلبه ولا لا؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. من كام يوم طلع النائب والكاتب الصحفي الكبير مصطفى بكري بفكرة ملهاش حل. قالك هو فيها ايه لما السعودية تعامل المصريين اللي هناك بالجنيه المصري بتاعنا بدل الريال السعودي، ولما حكيت ان السعودية دولة غنية وكلها فلوس، وما يضرش يعني لما تعامل المصريين اللي هناك بالجنيه المصري بدل الريال السعودي، وعندها مساعدة منهم للمصريين اللي هناك ومراعاة للحالة الاقتصادية في مصر حاليا. مصطفى بكري لما اتكلم كان في قصده في الأساس على الحجاج اللي لينا هناك دلوقتي في السعودية. على حسب كلامه، الدولة في مصر دلوقتي عندها مشكلة شوية في توفير الريال السعودي، فده بيسبب أزمة للحجاج اللي رايحين السعودية اليومين دول عشان الحج، وكل سنة وانتم طيبين. الكاتب الصحفي الكبير مصطفى بكري قال ان لو المملكة العربية السعودية دلوقتي قررت انها تتعامل مع المصريين اللي هناك عن طريق الجنيه المصري، فده هيحل ازمة كبيرة قوي الفترة اللي جاية، والازمة دي اكيد مأثرة على الحجاج اللي هناك، لانهم طبعا بيتعاملوا دلوقتي بالريال السعودي، واللي هو اصلا مش متوفر بشكل كويس للمصريين. واعتبر مصطفى بكري ان الحركة دي لو حصلت من السعودية فده يعتبر قرار سليم وحكيم من الادارة السعودية، يحمي من خلاله المصريين اللي لينا هناك وييسر ليهم احوالهم. وقالها بصراحة خالص مصطفى بكري، قالك ان الامر يقدر عليه بس ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان. اللافت بقى ان مصطفى بكري قال ان الفكرة دي طالب بعرضها عدد كبير من المصريين هنا في مصر غيرهم في السعودية عشان يحجوا. قال ان الناس دي هي اللي طلبته ويقول كده وترجوه كمان. والظاهر كده مصطفى بكري قال الفقرة الأخيرة دي لأنه كان عارف رد السعوديين عليه. العدد كبير منهم دلوقتي على السوشيال ميديا بيكتبوا زعلانين قوي من مصطفى بكري، وجهة نظرهم في كده انه بيقول كلام غير مدروس وغير منطقي. يعني ازاي الشخص السعودي اللي يجي مصر يتعامل بالجنيه المصري، ولما شخص يروح السعودية يتعامل بالجنيه المصري؟ شايفين ان دي حاجة مش مقبول نهائي خالص، ولا من اغرب المطالبات في الحياة؟ وردوا عليه ان لو هو شايف ان في مشكلة في توفير الريال السعودي، فيقدر اي مصري مسافر السعودية ان يدخل اي بنك هناك ويطلب تغيير عملة من جنيه مصري لريال سعودي. لحد هنا ونكون وصلنا، ونكون عرضنا ليكم اللي طالب بيه النائب مصطفى بكري، وعرفنا رد السعوديين عليه. انتم بقى ايه رأيكم في كلام مصطفى بكري دلوقتي؟ مستنيه رأيكم في التعليقات.